في عناوين النشرة: بلال البريدي يفجر نفسه خلال توقيفه في عرسال ويصيب عسكري. السيسي يقصف في ليبيا ويطالب بمعاقبة الدول الداعمة للإرهاب. لن نتردد أبدا في أن احنا نواجههم ونلاحقهم في كل مكان. تقدم انتخابي على أساس نسبية مع 15 دائرة. تبليط الليطاني بربع مبلغ تكلفة معالجة التلوث. امشوا فيها بس ما تجيبوا لنا الدولة، لأنه بدها تصير بعدين محاصصة بتصير مضروبة بثلاثة. وصورة لبنان في تلفزيون لبنان. يريدون أن يسخروا تلفزيون لبنان لمصالحهم الخاصة ولانتماءاتهم السياسية. طفى استوديو بروجيكتور كاميرا مضويينه، بس رح نقول له النور رح يرجع يبين ورح نتحرر. ونحن فايتين على بيتنا اللي هو مجلس النواب، لانه القيادة السياسية التقليدية فشلت بالتعاطي مع امور وقضايا الناس. عشتم وعاش لبنان. صباح الخير. جرعات تفاؤل كبيرة جرى ضخها في السوق الانتخابية مساء، وتسربت معلومات عن اتفاق على قانون نسبي وفق الدوائر 15، لكن أيا من المرجعيات السياسية لم تشأ تأكيد هذا التوجه، فيما أشارت مصادر عين التيني إلى تقدم على خط القانون وربطته بمزيد من المشاورات. أما أجواء اللقاء الديمقراطي فلاحظت هذا التقدم على أساس 15 دائرة، وقالت إن الاتفاق يقضي كذلك بأن يكون قضاء الشوف وعلي دائرة واحدة، لكن التجربة تعلم أن كل هذا التفاؤل قد يكون في الهواء، لا سيما أن الستين ينتظر على الأبواب. وإذا كان التماس شهر الانتخاب خارج الرؤية إلى الآن، فإن كلا من السعودية وإيران توافقتا على التماس شهر رمضان اليوم، ويصوم المسلمون على زمن تصاعد الإرهاب منتحلا صفة الإسلام، وآخر هجماته ضربت مصر واستهدفت أقباط المنيا موقعة أكثر من 28 ضحية. وقد توعد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي باستهداف معسكرات تدريب المسلحين في الداخل والخارج، وطالب بمعاقبة الدول التي تدعم الإرهاب من دون مجاملة أو مصالحة، وقال إن الهدف من الاعتداء هو إسقاط الدولة المصرية، لكن المتطرفين لن ينالوا من وحدة المصريين. وعقب اجتماع أمني أشار السيسي إلى توجيه ضربة محكمة لم يحدد موقعها، غير أن موقع اليوم السابع أعلن أن القوات الجوية المصرية نفذت 6 ضربات داخل ليبيا استهدفت تنظيمات إرهابية ودمرت المركز الرئيسي لمجلس شورى مجاهدي درنة. والإرهاب نفسه ما زال يطوف حول عرسال، حيث دهمت قوة من الجيش مخبأ الإرهابي في داعش بلال البريدي، أحد المخططين لعملية رأس بعلباك قبل أيام. ولما اعتقلته فجر البريدي نفسه بعناصر الدورية بحسب رواية الجيش. في تطور أمني لافت، فجر أحد عناصر داعش نفسه بدورية للجيش خلال توقيفه في عرسال. قيادة الجيش مديرية التوجيه أصدرت بيانا قالت فيه إنه أثناء قيام قوة من مديرية الاستخبارات في بلدة عرسال بدهم مكان وجود الإرهابي بلال إبراهيم بريدي، وهو أحد المشاركين بالتفجيرات التي حصلت في بلدة رأس بعلبك بتاريخ 24 من الجاري، أقدم على تفجير نفسه مما أدى إلى مقتله وإصابة بعض العسكريين بجروح غير خطيرة، حيث تم نقلهم إلى أحد المستشفيات للمعالجة.
وبحسب مصادر أمنية فإنه خلال المداهمة تعرضت المجموعة المهاجمة لإطلاق نار، وخلال الاشتباك قام بريدي بتفجير نفسه موقعا بعض الإصابات الطفيفة في العسكريين الذين تم نقلهم إلى مستشفيات بيروت للمعالجة. كما ضربت قوة من الجيش طوقا أمنيا خلال تنفيذ العملية عند تقاطع بلدة النبي عثمان. حصل أنه نحن قاعدين ببيتنا سمعنا صدى صوت كناية عن أونبلي، طلعنا لقينا القوة الأمنية ضاربة طوق بالمنطقة وما خلوا حدا يقرب، بقوا في إرهابية كانوا ناويين على شيء وتصدت لهم القوة الأمنية. وقد تضاربت المعلومات حول طبيعة ما حدث، فقد ذكر الإعلام الحربي أنه بعد أن داهمت قوة من الجيش مكان الإرهابي من تنظيم داعش المدعو بلال بريدي في عرسال، واقتادته إلى مكتب فرع المخابرات في رأس بعلبك حيث أجريت التحقيقات الأولية معه، وبعد إجراء ما يلزم وأثناء نقل المتهم إلى مقر قيادة البقاع في أبلح تعرضت الدورية لكمين من سيارتين، الأولى بيك أب من نوع جي أم سي وأخرى من نوع تاهو لون خمري في محاولة لتحرير الإرهابي بريدي. وبعد صدم السيارة العسكرية التي كانت تقل البريدي جرى اشتباك مع المهاجمين أدى إلى مقتل سائق البيك أب، وتم اعتقال اثنين كانا في الجيب التاهو حاولا خطف البريدي من يد الجيش وتبين أنهما من بلدة عرسال. وفي ظل الاشتباك قام المدعو بلال بريدي باستغلال انشغال عناصر الدورية وقام بسحب قنبلة من جعبة أحد العسكريين ورميها داخل السيارة، ما أدى لمقتل البريدي على الفور وإصابة 6 عسكريين داخل السيارة. في إثر ذلك قام عناصر الجيش اللبناني بضرب طوق أمني حول المكان عند مفترق بلدة النبي عثمان، وتم استدعاء طوافة عسكرية لنقل المصابين. وكان قد سبق هذه العملية توقيف الإرهابي البارز في تنظيم داعش حسن الحسين الملقب بحسين ملوك في عرسال، وهو أحد منفذي عمليات التفجير التي استهدفت بلدة رأس بعلبك ليل أمس الأول بحسب ما أعلنت مديرية التوجيه. ألقى فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي القبض على المطلوبين رضا المصري الملقب بالسفير وحسين المصري في بلدة الرياق البقاعية، وصدرت أسلحة كانت في حوزتهما. يذكر أن رضا المصري هو الأمين العام للجمعية اللبنانية لتطوير الحوار، وحصل على جائزة أفضل رجل أعمال لعام 2012، وكان مرشحا عن المقعد الشيعي في دائرة زحل سابقا، ووالده المفتي الشيخ محمد المصري. ردا على الاعتداء في المنيا، الطيران المصري يستهدف مواقع إرهابية في ليبيا، والسيسي يؤكد أن مصر لن تتردد في ضرب الإرهاب أينما كان، فيما أكد رئيس الوزراء شريف إسماعيل أن ضرب القواعد خارج مصر يمثل البداية، وأن الأمن القومي سيبدأ من خارج القطر المصري. شن الطيران الحربي المصري 6 غارات جوية على مراكز تدريب للتنظيمات الإرهابية في منطقة درنة الليبية، انطلقت منها الهجمات التي استهدفت مصر. الغارات أوقعت عددا من القتلى ودمرت المركز الرئيس لما يعرف بمجلس شورى مجاهدي درنة في شرقي ليبيا. الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أعلن بعد الاجتماع الأمني الذي بحث تبعات حادث هجوم المني عن توجيه ضربة إلى أحد معسكرات تدريب العناصر الإرهابية من دون أن يفصح عن مكانها، مؤكدا أن مصر لن تتردد أبدا في توجيه ضربة ضد معسكرات تدريب الإرهاب في أي مكان، لافتا إلى أن مصر لا تتآمر على أحد ولا تعمل في الخفاء. وده اللي انت شفته النهاردة مش هيعدي كده. المعسكرات اللي خرجت منها واللي بيتم التدريب فيها للعناصر ديت، وأنا بكلمكم دلوقتي، تم توجيه ضربة ليها جامدة جدا. وبالمناسبة مصر لن تتردد أبدا في توجيه ضربات ضد معسكرات الإرهاب في أي مكان. وأنا بقول الكلام دوت عشان إحنا في مصر لا بنتأمر على حد ولا بنعمل في الخفاء.
هذا وارتفعت حصيلة الاعتداء الذي تعرض له أقباط المنيا في مصر إلى أكثر من 30 ضحية وعشرات الجرحى الذين سقطوا من جراء إطلاق ملثمين يستخدمون 3 سيارات دفع رباعي النار عشوائيا على حافلة تقل عددا من المواطنين الأقباط وهم في طريقهم إلى دار الأنبا صموئيل غرب مدينة العدوى. وأوضحت وزارة الداخلية المصرية أن نحو 10 مسلحين ملثمين يرتدي بعضهم لباسا أشبه بالزي العسكري استهدفوا حافلتين للأقباط إحداهما كانت تقل أطفالا في محافظة المنيا على أحد الطرق الفرعية الصحراوية ما أتاح للمسلحين الهروب عقب تنفيذ الهجوم. وعلى الأثر طوقت الشرطة المناطق المؤدية إلى دار الأنبا صموئيل ومشطت طريق المنيا الصحراوي في محاولة للقبض عليهم فيما رفعت مستشفيات المنيا وبعض المستشفيات الأخرى في القاهرة درجة الاستعداد لاستقبال المصابين. في مستجدات أزمة قانون الانتخاب قال رئيس مجلس النواب نبيه بري في تصريح صحفي أن الأجواء جيدة، هناك تقدم وأمل أن نصل إلى الخاتمة السعيدة قريبا. ونقل زوار بري أنه بدأ مساء أمس متفائلا جدا بشبه الاتفاق الحاصل على قانون الانتخاب بعد جلسة مع النائب جورج عدوان دامت أكثر من 2.5 ساعة جرى خلالها للمرة الأولى الحديث في تفاصيل تقسيم الدوائر. وأشار بري أمام زواره إلى أنه مرتاح لدور عدوان وأنه وافق على طرحه فيما خص تقسيم الدوائر وينتظر الحصول على أجوبة نهائية من الفرقاء الآخرين. يذكر أن معلومات تسربت مساء أمس عن اتفاق على قانون نسبي وفق الدوائر 15. زار رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط دولة الفاتيكان والتقى في خلال القداس الإلهي البابا فرانسيس، ثم عقد اجتماعا مع رئيس الوزراء الكاردينال بيترو بارولين ووزير الخارجية ومسؤول دائرة الشرق الأوسط. وأكد جنبلاط في خلال مباحثاته أهمية التعددية والتنوع والشراكة الوطنية في لبنان، كما تناول البحث الأوضاع في لبنان والمنطقة، حيث أكد مسؤول الفاتيكان حرصهم على العيش المشترك والوحدة الوطنية اللبنانية. وثمن جنبلاط المواقف المهمة التي يعلنها البابا فرانسيس في المجالات الإنسانية المختلفة، وكان اتفاق على استمرار التشاور والتواصل. وقد رافق جنبلاط في زيارته نجله تيمور وعضوان لقاء الديمقراطي النائبان غازي العريضي وهاري حلو. الخلافات في تلفزيون لبنان تزيد وضعه سوءا، فمتى تنتهي؟ مر 60 عاما على تأسيس تلفزيون لبنان ولم تظهر أزمته إلى العلن على هذا النحو الفاضح بين المدير العام المؤقت منذ 4 سنوات تقريبا طلال مقدسي ومديرية الأخبار في التلفزيون. اتهامات من الطرفين لم تبق التلفزيون رسمي على هيبته، مدير يتهم موظفين ومديرين بالاستهتار وعدم المسؤولية وبيع نشرة الأخبار، والموظفون يردون باتهامات أقصى وصلت إلى الكباريهات. أنا لا أنكر أعرف معظم السفراء وأعرف كل الرؤساء وأعرف كل الوزراء وأعرف كل المراجع الروحية والاقتصادية والكذا، هذا عملي. أما هو فيتنقل، لا يتنقل من سفارة ولا من وزارة، يتنقل من كباري إلى كباري. فبعد صدور قرار قاضي الأمور العاجل جاد معلوف منع مقدسي من عقد مؤتمر صحفي تحت طائلة غرامة إكراهية بقيمة 500 مليون ليرة لبنانية، تربع المدير العام المؤقت على كرسيه مفندا مخالفات المعترضين عليه، فأصر الموظفون على الرد من مؤتمر صحفي في استوديو الأخبار على الرغم من منعهم. وهو ما بيخجل انه يقول عشرات سنين الخبره يلي بتتمتعوا فيها ما بتهمني وما بتعني لي، كل شيء بهمه تبعيه الموظفين لشخصه، تأهيله هو الاله. من يحاسب من هو مسؤول ومؤتمن على مؤسسه رسميه وطنيه حيث اقدم على حرق استوديو الاخبار يوم انتخاب العماد ميشيل عون رئيسا للجمهوريه؟ أكثر من هيك رفض فتح تحقيق بالحريق المفتعل. بيقول هو أنا بفتح شاشة تلفزيون لبنان، بعمل مش هيك، بعمل ميوت، بحط كاس ويسكي، بتفرج على المذيعة، إذا
خذبتني أو ما بعرف شو، بتكون هاي هي المذيعة. لا يندرج في إطار مسؤولياتنا كإعلاميين الدخول في سجال القيل والقال، إنما كان لابد من الوقوف عند رأي المدير المؤقت بعد المؤتمر الذي استمر ساعة من الوقت. مين حكي؟ بالمؤتمر الصحفي. ما سمعته. معقول موظفينك ما قدرت تسمعه أستاذ طلال؟ نعم، لأنه شبعت اسمعه، صار لي شهرين بسمع زيت العدية. أب 2016 محضر الاستقالة تبعيتي، مني حابب ضل بالتلفزيون إطلاقا. عندي 7 مديريات، 5 مديريات مثل الساعة، ما بعرف أسماء موظفينهم، بس المديريتين الفاشلتين هي مديرية الأخبار لأنه فيها محسوبيات. من مين؟ فيها محسوبيات مادية ومصالح خاصة وناس ما بدها تشتغل. اللي طلعوا على الهواء من المتضررين لأنه يريدون أن يقبضوا دون أن يعملوا. مع طلال المقدسي لا تعمل لا تقبض. وزير الإعلام الحمريش الموجود خارج البلاد رفع إلى مجلس الوزراء منذ أسابيع أسماء بديلة لمقدسي، ولا حسم حتى ساعة، بل تفاقم للمشكلات. وبعيدا من الموقف من هذا الطرف أو ذاك، من سيدقق في كلام الجهتين ليتم محاسبة المخطئين والمقصرين والفاسدين؟ أم إن الوضع في التلفزيون الرسمي سيستمر تحت شعار عفى الله عما مضى؟ رشا الكرم، قناة الجديد. نهر الليطان ملوث ويحتاج إلى ملايين الدولارات لتنظيفه. تطلع 76 مليون و500 ألف دولار. هذه نتائج عملية حسابية يجريها صاحب شركة رخام لتحديد تكلفة تبليط نهر الليطاني. 30 بيطلع معك 76 مليون و500 ألف. يعني رح تاخدوا أنتوا النهر كله مبلط، والمي رح تمشي فيه ولا بتتسرب منه ولا شيء، وبنظف المي ومواصفات عالية. وامشوا فيها امشوا فيها، بس ما تجيبوا لنا الدولة لأنه بدها تصير بعدين محاصصة، بتصير مضروبة بثلاثة. هذه الرسالة وفي محتواها المضحك المبكي تظهر أن تكلفة تبليط النهر أقل من 100 مليون دولار، فكيف تعلل الدولة إقرار أكثر من 800 مليون دولار أمريكي لمعالجة تلوث نهر الليطاني الذي تسببت به معامل ونفايات وصرف صحي، وكل الجهات الملوثة كانت ولا تزال في حماية السلطة السياسية؟ جبت شركة سويدية سيدا اسمها، عملت مسح شامل بال2000 لكل حوض الليطاني العلوي، وتبين أنه في 465 جهة ملوثة لحوض الليطاني. أقامت دعوة على كل هذه المؤسسات أمام المدعي العام التمييز. المدعي العام التمييز بتلك الفترة صار في ضغوط كبيرة عليه، بعتقد ما تحركت هذه الدعوة، وحتى صار في يعني صار اتهام لي انه انا عم بشتغل سياسي وما سياسي والى اخره، وانه هذا بضر مصلحه المصانع. 800 مليون دولار امريكي من دون اي تحديد تفصيلي للمشاريع المنوي تنفيذها في هذا الاطار، فلا شيء سوى عناوين عامه قدرت بهذا المبلغ الضخم. رقم كبير، رقم كتير كبير، 800 مليون كمان، هذا رقم يعني هائل. يعني اليوم للاسف الحكومة ما أعطت التفاصيل وقت اللي أقرت المبلغ شو بيغطي هذا المبلغ بالتحديد. ولما لا تتحمل المعامل والجهات الصناعية الملوثة مسؤوليتها في إزالة ما ارتكبته؟ ليه ما بنستعمل مبدأ اللي بيلوث هو اللي بيدفع؟ ليه اللي ما هذا المبدأ ما بيتبع؟ إنه بكل دول العالم معروفة. سنة مضت على إقرار الاعتمادات في مجلس النواب، لكن اللجنة الوزارية المكلفة متابعة تلوث الليطاني كثفت اجتماعاتها في الآونة الأخيرة برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري. له علاقة ما في شك بتركيز الأوضاع الانتخابية والآخرة، مرتبط بالانتخابات. ليش؟ لأنه الناس الموجودة بحوض الليطاني يعني بتشكل نسبة عالية من عدد اللبنانيين، وبالتالي هؤلاء لهم تأثيرهم. الجميع متفق على ضرورة رفع التلوث عن نهر الليطاني، ولكن الاختلاف يكمن في التكلفة الكبيرة. ليربو موسى، قناة الجديد.
وزير الاتصالات السابق بطرس حرب للوزير الجراح: من غير المسموح لأي أحد التجريح بكرامة الناس ولو كان جراحا. بعد الهجوم اللاذع الذي شنه وزير الاتصالات الحالي جمال الجراح على سلفه النائب بطرس حرب في معرض دفاعه عن قراره بتلزيم شركة جي دي اس حق استخدام المسالك المحلية، عقد حرب مؤتمرا صحفيا للرد على الجراح. انه اللي وضع يده على الانترنت غير الشرعي ومنعه صادر المعدات وحوله للنيابة العامة هو انا مش هو، وانه اذا في ناس اليوم امام المحاكم عم بيتحاكموا بالانترنت غير الشرعي وبطرس حرب كان وراء دفعهم إلى المحاكمة وإلى سجن بعضهم. اللي مش ممكن بأي صورة من الصور واحد مثلي بموقعي اللي هو حريص على المال العام وعلى حقوق المواطنين وحقوق الدولة يسكت عنه لابتما يزعل الوزير ويغضب وتصير سائرته وينزل تجريح بالناس، ولو كان اسمه جراح بس بلو حق يجرح بكرامات الناس، يعني كرامات الناس مش ملكه. في معرض الرد فند حرب مخالفات وزير الاتصالات جمال الجراح والنتائج الكارثية لقراره على شبكة الألياف البصرية والشركات الخاصة. هذا بكل أسف دفعني وضح الأمور، تقول أنه هذا المرسوم استند لثلاث براسيم، هذا القرار استند لثلاث براسيم وثلاث براسيم هي ساقطة لا علاقة لها بهذا الطفل. الشغل الثاني للدول، هاي المراسيم عطيت ترخيص لخمس سنوات وسقطت الخمس سنوات بعد ما أنشأت الوزارة الأجهزة تبعها. القرار تبع الوزير لا مدة زمنية له، مفتوح، ما أعطيت ترخيص الشركة، ما قلت 10 سنين 5 سنين 20 سنة 100 سنة 200 سنة، مفتوح. هذه الشركة أخذت استحلت محل لبان تيليكوم وراح تعطل إنشاء لبان تيليكوم، راح أقول ليش، بدون أي بدل. وإذا رحنا على العالم شفنا كيف شركات تأخذ هذا النوع من الامتياز تدفع مليارات الدولارات أخذتها ببلاش، بدا في دولار فرنك أخذت هذا الحق. نعم، هاي الشركة بدها تقتل لبان تيليكوم، إلا أنه هذا ما بيبيح لأحد أنه يحول حق الدولة بإدارة هذا القطاع من المنفعة العامة لمصلحة شركة خاصة تستفيد بعض النافذين، تستفيد شركة واحدة على حساب كل لبنان. وهذا أمر أنا بعتبره هذا يشكل قمة الفساد ويشكل قمة اختلاس الأموال العمومية وأموال الناس، لأنه ما بيجوز نحن نتصرف بأموال الناس بهذا الشكل. اللي عمله الوزير راح يضرب ما يسمى المنافسة بين الشركات، راح يعطي أفانتاج كتير كبير لهذه الشركة لأخذ الترخيص، لسيما وأنه بهو الشركات الصغيرة اللي بدها تنافس هالشركة الكبيرة اللي فيها ناس متمولين كبار وناس نافذين بالسياسة وغير السياسة، بدأت تنفسنا الشركات الصغيرة هذه أكيد بدأت أفلس. وأكد حرب أن الثقة التي استحصل عليها من الناس على مر العهود لن تسمح لمتطفل كالجراح بأن يطالها من خلال اتهام الآخرين لرد التهمة عنه. وزير الاتصالات جمال الجراح تسلم الوزارة من سلفه بطرس حرب في كانون الأول عام 2016، وفي أقل من 5 أشهر توالت الصفقات. في 5 أشهر فقط أثبت وزير الاتصالات الجديد جمال الجراح أن عهده في الوزارة لن يمر مرور الكرام. في سرعة قياسية تكشف أكثر من صفقة مرت بإمضاء الوزير. الرجل الآتي من عالم لا علاقة له بقطاع الاتصالات، كان لابد له من تحصين موقعه بمستشارين أكثر اطلاعا من معاليه، أما أبرزهم فليس سوى نبيل يموت المرشح الذي أطيح اسمه لخلافة عبد المنعم يوسف. هو المستشار نفسه الذي وصفه الوزير السابق ويام وهاب بأنه الحاكم الفعلي للوزارة، على أن اسم يموت لم يرتبط بقطاع الاتصالات وحسب، بل كان أحد الأسماء التي ترددت دائما في فضيحة تبخر 250 مليون دولار من وزارة المال حينما كان يرأس المركز الآلي في الوزارة، وهو الذي ادعى حينذاك أن نحو 50 طلب استرداد من الشركات المسجلة في الوزارة قد ضاعت، فتقرر أن يدفع إلى أصحابها المبالغ التي يريدونها من دون تدقيق في صحة الأرقام التي أوردوها بحسب صحيفة الأخبار. معلومات الجديد تشير إلى أن الرجل الذي كان مقربا إلى الرئيس السابق فؤاد السنيورة بات من أكثر المقربين إلى مدير مكتب الرئيس سعد الحريري نادر الحريري، وهو كان وراء قرار تلزيم شركة جي دي أس، وما كان على الجراح إلا الإمضاء. آدم شمس الدين، قناة الجديد. بعد الإعلان أنقذوا مارون.
أهلا بكم من جديد في الشهر الفضيل. أنقذ الطفل مارون أزه. مارون أزه الصبي المهضوم يلي اشتهر على السوشيال ميديا وصاحب الجملة الشهيرة معك مباشرة مارون يوسف الأزه حبيبي. تابعنا حالته ببرنامج للنشر على مدى حلقتين وحاولنا أن نجمع تبرعات لإنقاذه لمارون، ولازلنا عنا أمل كبير فيكم. ووضعه مثل ما كان وصف طبيبه صعب جدا، يعني حالة مارون حالة بحاجة لزراعة. جسمه ما بيفرز دم أحمر وأبيض وصفيحات، عنده خي، عنده حالة كتير خاصة وإعاقة، سو خيه ما في يعطيه، وأهله بيو كبير بالعمر وأمه متوفية، يعني ابن العائلة ما في حدا أبدا يعطيه. بس تنجاوب الناس ليش حالته تتطلب مستشفيات شوي متخصصة أكثر ومعتادة ومتعودة على هيك حالات نادرة وصعبة. أول شيء بدي أتشكر اللي تبرعوا لي، ولازم تبرعوا لي لأنه محتاج أنا لمساعدتهم، يعني كأنه مثل الصديق وقت الضيق، يعني لما يكون واحد محتاج لصديقه لازم بده يلبي له هذا الطلب كرمال يأمن له الشيء اللي بده إياه. هن كلهم أصدقائك ما هيك مارون؟ كلهم أصدقائي وهن إخواتي كمان. مثل ما قال حكيمه لمارون، أصعب شيء بحالته أنه فيها عدم استقرار وفيها مفاجآت، يعني إذا شي نهار شفتوه ظاهر أو موجود بالبيت مش بالمستشفى بيكون عم يستفيد من وقت بالصدفة جيد، وأي انتكاسة خطيرة ومفاجئة واردة جدا. اليوم كنا سوا واليوم تعبت اليوم. ايه اوكي. ايه بعدين بدك انا ساعدك؟ يلا بدك قولن انا؟ قولن انا؟ انا رح قولن. اوكي بدي أقول إنه مارون مثل ما خبرنا دكتور بيتر عنده حالة مش كتير مفهومة، هو بحاجة لزرع نقي العظم وبحاجة لحوطات معمقة ممكن نعمل إلا بإيطاليا، بحاجة لمبلغ 225,000 دولار، ولحد هلأ نحن حسب ما حنفرجيكم بالكشوفات مجمعين تقريبا لما يعادل بين اللبناني والدولار 35,000 دولار بس. فنحن بحاجة لكل الناس اللي هني أصدقائه لمارون واللي هني واقفين حده لمارون إنه هلأ يتبرعوا بقد ما بيقدروا. وبدي أقول إنه اليوم نحنا جربنا نظهر نغير جو لأنه كان شوي حاس حاله أحسن، بس فعلاً اللي بيصير أحيان منه كتير متوقع، تعب فجأة والحالة اللي هو تعبان فيها حالة كتير مزعجة وصعبة إنها تنوصف بصراحة. طبعاً مثل ما قال حكيمه إنه ما دايماً مفهوم ليه بينتكس أو بيقدر يكون منيح، فحتى وقت الانتظار مثل ما قال الحكيم هو وقت حذر. بتأمل إنه كتار يكونوا حده لمارون، وبتأمل إنه نقدر نجمع المبلغ بأسرع وقت ممكن. والله أنا حابب أتشكر كل الناس يلي عم يتبرعوا لي، وكمان يلي بحبوني وبعزوني صراحة. تاني شي شهر رمضان هو شهر العطاء، وبدي أقول هالحكي حلو كتير ينقال على أبواب رمضان، وحلو كتير إنه شهر رمضان المبارك اللي فيه كل المؤمنين الحقيقيين يبلش بحالة اسمها مارون. معكم مارون أز مباشرة حبيبي. الدولة اللبنانية لا تعرف عدد النازحين على أرضها، فهل سمحت بالتوطين؟ فزاعة التوطين الملاصقة للاجئين الفلسطينيين باتت اليوم مرتبطة بالنازحين السوريين، علما أن الدولة اللبنانية تستخدم دائما مصطلح النازحين ولا توافق على استخدام مصطلح اللاجئين للسوريين في المحافل الدولية. مفوضية الأمم المتحدة منا عم تسعى أن توطن اللاجئين السوريين بلبنان، الموضوع بيرجع للحكومة اللبنانية. نحن اليوم عملنا بلبنان تحت سلطة الحكومة اللبنانية، وسياسة الحكومة اللبنانية اليوم واضحة بهذا المجال، ما في توطين، ما في اندماج محلي للسوريين، ونحن منتبع هذه الخطة طبعا. وعملنا بالنهاية عمل إنساني، هدفنا نأمن الاحتياجات الأساسية للسوريين للاجئين طبعا، ريثما يقدروا يرجعوا إلى سوريا أو يتم إعادة توطينهم إلى بلد آخر. وتؤكد دانا سليمان أن انتقال مفوضية اللاجئين إلى مبنى جديد إضافة إلى ازدياد ضغط العمل وعدد الموظفين إنما هو لغايات لوجستية بحتة. هذا الموضوع ببساطة أعلنت المديرية العامة للأمن العام عن إعفاء جزء كبير من اللاجئين السوريين من الرسوم اللي تترتب عليهم لتجديد الإقامات اللي هي $200.
من أجل تجديد والاستفادة من هذا الإعفاء لازم يتقدموا اللاجئين السوريين من عدد من الوثائق، من ضمنها شهادة تسجيل صالحة بتتقدم من قبل المفوضية صادرة عن المكتب عنا، وإفادة سكن كمان بتتقدم مجانا من قبل المفوضية. نظرا للعدد الزايد من اللاجئين اللي طالبين هذه الوثائق من المفوضية، حنكبر فريق عملنا بشكل مؤقت ابتداء من شهر حزيران تنساعد اللاجئين المؤهلين يستفيدوا من الإعفاء انه يستفيدوا منه ويقدموا الوثائق، يأمنوا الوثائق المطلوبة تقدروا يجددوا إقامتهم بشكل مجاني بلبنان. تسجيل النازحين في المفوضية توقف منذ عام 2015، بالتالي توقف التعداد، وإذا هناك من أولوية فهي وضع خطة لإحصاء عددهم في لبنان بدلا من الانهماك في شائعة التوطين. يمنى فواز، قناة الجديد. موسم الاصطياف يجمع المجلس الأعلى للدفاع، ورئيس الجمهورية يشيد بالعمليات الاستباقية لردع الإرهاب. في ظل منطقة ملتهبة بالعمليات الإرهابية وبهدف التصدي لها وحفظ الأمن، التأم المجلس الأعلى للدفاع برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون وحضور رئيس الحكومة سعد الحريري والوزراء الحكوميين والمعنيين، إضافة إلى قادة المؤسسات العسكرية والأمنية والقضائية والجمارك. ومع بداية فصل الصيف وحلول شهر رمضان، بحث المجلس في جاهزية الأجهزة الأمنية والإجراءات المتخذة على المعابر البحرية والبرية والجوية لتوفير الاستقرار للمواطنين والسياح والمغتربين، متطرقا إلى مسألة العديد المطلوب للأجهزة العسكرية والأمنية. نوه فخامة الرئيس بأداء الأجهزة المعنية فيما يتعلق باستمرار العمليات العسكرية والأمنية الاستباقية لردع الإرهاب والتصدي له بكل وجوهه وحفظ الأمن، وذلك لتعزيز الاستقرار خاصة مع تنامي الحركات الإرهابية في جميع أنحاء العالم. طلب فخامة الرئيس إجراء مراجعة للقرارات السابقة التي اتخذت، وتم عرض ما تم تحقيقه منها والعوائق التي حالت دون تنفيذ بعضها، واتخذت التدابير والقرارات اللازمة بشأنها. وأبقى المجلس على مقرراته سرية تنفيذا للقانون، وسبق الاجتماع الأمني خلوة بين الرئيسين عون والحريري بحثا فيها الأوضاع السياسية الراهنة. وزير الداخلية نهاد المشنوق يرجح إجراء الانتخابات النيابية قبل نهاية العام الجاري، ونشاطات بيئية لتشجيع السياحة على ضفاف نهري الليطان والعاصي، وأخبار إضافية في بانوراما محلية للزميلة عنان زلزله. مستجدات الملف الانتخابي بحثها رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التيني مع النائب جورج عدوان، ثم مع الوزير السابق إبراهيم نجار، وقد علم أن هناك تقدما يجري لكنه غير نهائي. في خلال احتفال تكريمي للمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان والمدير العام السابق اللواء إبراهيم بصبوص، شدد وزير الداخلية نهاد المشنوق على أن الوضع الأمني في لبنان لا يزال أفضل من عواصم كثيرة في العالم. الأهم المرحلة المقبلة، العنوان الرئيسي هو الانتخابات. عمليا نحن عملنا الانتخابات البلدية مع اللواء بصبوص، الحمد لله كانت ناجحة ممتازة بكل لبنان، وما صار فيها أي شيء جدي في أي خلل بالأمن أو أي إشكال. أو إن شاء الله الانتخابات النيابية، اللي أنا بعدني بتوقع أنه رح تصير السنة، ما بيصير فيها إلا مزيد من الاستقرار السياسي ومزيد من الاستقرار الأمني بطبيعة الحال. أسلم بالله العظيم وبمعتقدي وحقيقة وجودي. أحيا حزب التوحيد العربي ذكرى تأسيسه 11 بالتزامن واحتفاله بانضمام منتسبين جدد إلى صفوفه. إنني أدعوكم إلى النزول للساحات والالتحاق بمواكب الأجيال التي قررت أن تأخذ دورها وحقوقها في هذا الوطن المستباح، ولا تدعوهم يبحثون في قانون جديد للانتخابات يكون على مقاساتهم والحرص على حقوق مذاهبهم وطوائفهم. فهذه لعبة تمارس علينا منذ تأسيس الكيان. لمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، دعا مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان اللبنانيين ليكونوا على قدر عال من المسؤولية في ظروف التوتر والتأزم التي تعم المنطقة.
إن كل الملفات الوطنية الكبرى تعاني معاناة كبرى، ويريد البعض تسميتها أزمة إنقاذ للقوانين أو أزمة سياسية أو أزمة محاسبة أو أزمة فساد، وهي ذلك كله بالفعل. اعتصمت عائلات موقفي أحداث عبرة والموقفين الإسلاميين في صيدا أمام دار الإفتاء وجددوا المطالبة بالعفو العام عن أبنائهم، وانضم إلى المعتصمين نائب رئيس المكتب السياسي للجماعة الإسلامية بسام حمود ومفتي صيدا وأقضيتها الشيخ سليم سوسان. ضبط عناصر الجمارك في مطار بيروت الدولي 3 أطقم من الألماس مهربة بواسطة مسافرة تركية قادمة من تركيا، وذلك بناء على تعليمات ومتابعة شخصية من قبل المدير العام للجمارك. أطلق وزير البيئة طارق الخطيب خطة عمل لجنة حماية نهر العاصي بدعوة من اتحاد بلديات الهرمل، وافتتح معرض المنتجات القروية لمناسبة الموسم السياحي. بعنوان عيد التحرير بجمعنا على نهر الليطاني وتشجيعا للسياحة، رعى النائب علي فياض بطولة القرى في تجديف مراكب الكانوي على نهر الليطاني، وكرم رئيس النادي علي عواضة مراسل الجديد في مرجعيون الزميل جورج العشي بدرع تقديرية. في البقاع الغربية اعتصم عدد من أهالي بلدتي غزة والمنصورة أمام جسر الليطاني احتجاجا على تفاقم مشكلة التلوث في نهري الليطاني والغزيل وعدم رفع التلوث من قبل الوزارات المعنية وزيادة نسبة أمراض السرطان في هذه القرى. ودعت بلدة طورة قضاء صور ضحيتي العنف الأسري سميرة شور وابنتها ناريمان اللتين قتلتا على يد رب المنزل محمود شور في منزلهم في جناتة، وانتحر بعدها الوالد الذي شيع في بلدته جناتة قبل وصول أبنائه من المهجر بناء على طلبهم. احتفاء بحلول شهر رمضان المبارك، أعضاء محافظ مدينة بيروت القاضي زياد شبيب ورئيس المجلس البلدي المهندس جمال عيتاني وأعضاء المجلس فانوس رمضان في ساحة الشهداء. وفي كلمته أكد عيتاني أن بيروت تصبح أحلى باحتفالاتها الدينية التي تجمع كل اللبنانيين، فيما أمل شبيب أن تبقى بيروت ست الدنيا ومثالا يحتذى للتعايش بين أبناء الوطن على اختلاف انتماءاتهم. وفانوس رمضان الذي جرت إضاءته يعد أول وأكبر فانوس في الشرق الأوسط يعرض أفلاما عن بيروت وشهر رمضان، ويبلغ طوله أكثر من 10 أمتار ويتكون من 6 شاشات ليد ضخمة. بعد الإعلان، رمضان نور على الجديد. هل يضرب حجاب ميلانيا ترامب القمة في الرياض؟ من حيث الشكل انتهت زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمرافقة زوجته وابنته وصهره للمملكة العربية السعودية، لكن التفاعلات حولها لا تزال قائمة، فمظهر السيدة الأمريكية الأولى ميلانيا ترامب لا يزال محط الأنظار. سيدة البيت الأبيض وإن احترمت بالتي هي أحسن تقاليد اللباس في السعودية، إلا أنها لم تلتزم وضع غطاء الرأس في لقاء العائلة الأمريكية خادم الحرمين الشريفين. في المقابل وضعت الغطاء على رأسها في أثناء زيارة الفاتيكان ومقابلة البابا فرانسيس، ما أثار استهجان عدد من الجمهور الافتراضي على مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرين ذلك قلة احترام لتقاليد المملكة. ما في أولا مقارنة بين الحالتين، هناك مرجع ديني مسيحي أعرافه وتقاليده ملزمة للآخرين سواء كانوا مسلمين أو مسيحيين أو غير ذلك، بينما في المملكة العربية السعودية زعيم سياسي كبير تقاليده هي ملزمة للمسلمين أما غير ملزمة لغير المسلمين.
لكن الشيخ عريمت وجد أن الحملة الافتراضية على مظهر السيدة الأمريكية الأولى قد تحمل رسائل أبعد من مجرد غطاء للرأس. هذا التوقيت له خلفية سياسية، لأن هناك طرف إقليمي ينظر إلى هذه القمة نظرة غير إيجابية. لو دعي هذا الطرف الإقليمي لكان سارع إلى اللقاء، خاصة وأنه يخطب ود أمريكا. ترامب ليست السيدة الأولى الوحيدة التي زارت السعودية من دون غطاء للرأس، فميشيل أوباما مثلا سبقتها إلى ذلك، لكن الاثنتين التزمتا غطاء الرأس لدى لقاء البابا في الفاتيكان. بروتوكول الفاتيكان بيلحظ أنه كل سيدة بتزور البابا لازم تحط على راسها رداء أسود، لازم تلبس فستان يصال تحت الركبتين كمان أسود. بيستثنى من هالأمر الملكات المسيحيات، مثلا الملكة هولندا مسيحية تستعيد عن الأسود بالأبيض، ولكن دوما مع رداء. فإذا هذا تقليد بالفاتيكان ويرمز إلى قبل كل شيء احترام للشخص الثاني اللي هو مقام البابا، وكمان احترام للشخص نفسه، لأنه بتقليد الشعوب رداء الرأس للمرأة هو علامة نبل. الرداء عند التقليد الإسلامي له بعده الديني، أما نحن عنا بالكنيسة الكاثوليكية بالضبط عنده بعده الاجتماعي. إذا كان وضع غطاء الرأس حرية شخصية للزائر، فالتزام قوانين المضيف احترام لحرية الآخرين في دارهم. جوال الحاج موسى، قناة الجديد. الهجوم السعودي مستمر على قطر على الرغم من نفي الدوحة التصريحات المنسوبة إليها. تحاسب قطر على خبر، أو الأصح على مواقف اخترقت وكالة الأنباء القطرية وتربعت على صفحاتها لتتسبب بحرب إعلامية ودبلوماسية لا تزال مشتعلة حتى اليوم. فعلى الرغم من النفي القطري الرسمي للتصريحات المنسوبة إليها وإعلانها تعرض موقع وكالتها للقرصنة، إلا أن وسائل الإعلام السعودية والإماراتية واصلت هجومها المركز على قطر وأطلقت سيلا من الاتهامات ضد الدوحة. وغرد نائب القائد العام السابق لشرطة دبي ضاحي متسائلا: هل تدين قطر الإرهاب الذي وقع في مصر؟ يا من ترعى الإرهاب. مضيفا: كن مع الرياض كان الله معك، وإلا خلك مع قاسم سليماني وحزب اللات، ونحن مش معك. وكانت الأزمة بين قطر من ناحية والسعودية والإمارات العربية المتحدة من ناحية أخرى قد اشتعلت بعدما بثت قنوات تلفزيونية سعودية وإماراتية تصريحات نسبت إلى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، قال فيها إن من غير الحكمة معاداة إيران ورفض تصعيد الخلاف معها، واتهم السعودية والإمارات والبحرين بالتحريض على قطر واتهامها برعاية الإرهاب. بالنسبة لعلاقاتنا مع دول مجلس التعاون الخليجي، قطر دائما أبقت على علاقات ودية وأخوية مع دول الخليج، ذلك لأننا نؤمن بأن مصيرنا واحد ونتأثر بالأزمات التي تحيط بمنطقتنا كلنا. وبمرور 5 أيام على المواقف ونفيها، ما زالت قنوات العربية وسكاي نيوز تتعامل مع قطر وكأن الحرب قد وقعت، وتعيد التذكير بمواقف الدوحة السابقة من الأزمة الدبلوماسية التي انتهت بوساطة كويتية. فالسياسة القطرية ظلت مناورة في المواقف والأزمات، والآلة الإعلامية ظلت على عدوانيتها رغم أوقات متفرقة من الهدنة. تصعد الصحف السعودية هجومها على قطر وتربط الاختراق الإلكتروني بما سمته اللقاء السري الذي جمع وزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني بمستشار الحكومة العراقية، قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني ببغداد، متجاهلة موقف الدوحة القاضي دعم القتال ضد الوجود الإيراني في الحرب السورية. ويأتي هذا التصعيد بعد زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخيرة للمنطقة، وبعد أيام من شكوى قطر من أنها مستهدفة من حملة ممنهجة ومغرضة من الانتقادات من جانب أطراف غير معروفة تتهم الدوحة بدعم جماعات متشددة في الشرق الأوسط. هل تحصد بريطانيا اليوم نتاج تساهل حكوماتها تجاه القوى الإسلامية المتطرفة؟
أعاد هجوم مانشستر الإرهابي تسليط الضوء على الأواصر التي تربط بريطانيا بالجماعات الإسلامية المتشددة والأدوار السرية التي اطلعت بها لندن في الدول العربية والإسلامية عموما وليبيا خصوصا. فقد نشرت صحيفة التلغراف البريطانية تحقيقا عن جذور إرهابي مانشستر سلمان العبيدي، مؤكدة أن عائلته تنتمي إلى الجماعة الإسلامية الليبية المقاتلة التي تدين بالولاء لتنظيم القاعدة. وأضافت أن المعلومات الرسمية عن رفع تهمة التطرف عن عائلة الجاني هي لإبعاد تهمة الإرهاب عن قيادات بارزة في حكومة الوفاق في طرابلس التي تدعمها بريطانيا. وكانت الحكومة الانتقالية في ليبيا قد أصدرت بياناً بعد الهجوم غمزت فيه من قناة السلطات البريطانية التي تدعم جماعات متشددة في حكومة الوفاق الليبية. وأوضح ناطق باسم الجيش الليبي أن والد منفذ الهجوم يدعى رمضان العبيدي وكان ضابطا في الحرس الرئاسي الخاص في عهد معمر القذافي، وجندته الجماعة المقاتلة وصار مطلوبا لأجهزة الأمن قبل أن يهرب إلى بريطانيا حيث حصل على اللجوء عام 93. ويقيم العبيدي مع عائلته في مانشستر التي تضم أكبر جالية من الليبيين في بريطانيا، وساهم والده هناك في إنشاء فرع مهم للجماعة المقاتلة بزعامة عبد الحميد بالحاج الذي حارب مع القاعدة في أفغانستان ثم عاد إلى ليبيا. وأكد ليبيون في مانشستر أن السلطات البريطانية كانت تتجاهل التحذيرات الكثيرة التي تصلها من أن المجندين الإرهابيين يعملون على نحو صريح في المدينة ويجندون الجيل الثاني والثالث من الليبيين البريطانيين أو العرب البريطانيين، لكن الحكومة البريطانية تكتمت على هذه المعلومات. وبحسب كتاب شؤون سرية لمارك كورتس فإن الحكومات البريطانية العمالية منها والمحافظة كانت تتساهل مع القوى الإسلامية المتطرفة بما فيها المنظمات الإرهابية، وهذا التساهل كان يصل أحيانا إلى مرحلة الاحتضان والتدريب والتمويل. وانضم المئات من البريطانيين إلى تنظيم الدولة الإسلامية في العراق وسوريا إلى جانب عشرات الآلاف من المقاتلين الأجانب، وعاد نحو 350 منهم إلى بريطانيا وقتل العشرات، في حين توجه العشرات من الإسلاميين المتشددين إلى الدول المجاورة وخصوصا إلى مصر التي تشهد عمليات إرهابية كبيرة آخرها في محافظة المنيا. ومن السياسة إلى الفن مع دارين شاهين. مرحبا. رمضان مثل كل سنة منور على الجديد بمسلسلات حصرية وعرض أول لأكبر وأضخم الإنتاجات العربية والمحلية. خلينا نتابع. رمضان منور كل سنة على الجديد، مسلسلات حصرية من أفضل وأضخم الإنتاجات المحلية والعربية، أهم الممثلين يلي بتحبون والشخصيات يلي تعلقتوا فيهم. زوجتي أنا الجزء الثاني. قالوا لأنه طار انخطفت. قلت لك فيلم من وجهي. بده يتجوزها. إن قال إيه وإن قال لا. أول نظرة. أنا جاي على لبنان بشكل مؤقت. أنا المصاري بتجي عندي قبل الأكل والشرب. أنت مفكرني هبلة ولا شو؟ لحظة. على فكرة أنا اسمي سيف. خذني على بيتك. ضوء البنات الجزء الرابع. ليش شاكي انه لمعات لساعتها عايشه؟ لسكو جارية. الحب ما بيعمر بيوت والحكي ما بيشمل. المهم هلا لازم نعلن زواجنا قبل ما يكبر بطني. قناديل العشاق. ترت وطيرتني معك يا باشا. انت الكذابة. رمضان منور الجديد. بعيداً عن البرامج الرمضانية، شو صار مؤخراً ببيروت من فعاليات فنية وثقافية؟ منشوف مع السيد رافي توكاتيون صاحب هالمنحوتات الجميلة. هالمعرض هو جمعنا بين منحوتاتي والجولري اللي عاملينه ديزاينرز إن كانوا ميتين أو بعدون عايشين. وعطول منحاول نلاقي something to match together، ومثل ما بتشوفوا فاتوا مع بعضه. عندك جولري اللي أنا بسميه كتير مينيماليزم، ومع منحوتاتي كمان اللي بيمثل humanity about humans، كيف كانوا كيف هلا كيف رح نصير. بتصور إذا نغمي أكتر بالجولز منلاقي هالأشياء كمان. بتصور إنه معرض حلو، إن شاء الله اللي بيجوا بيتفرجوا ينبسطوا كمان. كنت قايل لي إنه مات.
سينمائيا كمان انطلق امبارح فيلم من السماء او تومبي دو سييل من تابع مع المخرج وسام شرف. الحرب هي الشيء اللي اكثر شيء بنعرفه، نحن كبرنا ونشأنا بالحرب الاهليه، ومن مسؤوليتنا يمكن كمخرجين كفنانين نجرب نعالج هالموضوع. هلا الطرق مختلفه، انا طريقتي عم جرب عالج الحرب الاهليه بطريقه غير مباشره، عم جرب احكي عن لبنان اليوم بظل الحرب الاهليه بطريقه شوي فكاهيه، بطريقه الكوميديا السوداء، حتى نجرب نقدر نحكي عن هالاشباح اللي بعدهم موجودين بحياتنا اليوميه بدون ما نعالجهم بطريقه مباشره، بطريقه حزينه، بطريقه دراميه. بعرف تصيب على القليله؟ انا بعرف صيب. رح سلمك لهول. شو يا رامبو؟ ليش الحرب الاهليه؟ كنت تعرفهم كل هالاشياء؟ هذا كان كل شيء بالنسبة لنشرة فن الخبر لليلة. وإلى أخبار مواقع التواصل الاجتماعي مع ميشا جويش. مرحبا. من بعد سلسلة مواقف محرجة حطته فيها، وأخيراً عملتها ميلانيا وحطت إيدها بإيد زوجها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لما وصلوا على مدينة سيسيلي الإيطالية. يمكن مفعول ليالي سيسيلي، ويمكن شعور بالمحبة لبعضهم، أو يمكن ببساطة رد على التعليقات الهائلة اللي تعرضوا لها على السوشيال ميديا من بعد ما رفضت ميلانيا تحط إيدها بإيد ترامب بكذا مناسبة، أو حتى يوم تولي منصب الرئاسة لما خليها تغير تعابير وجهها بثواني. وعلى سيرة مسك الأيادي، ومن بعد ما تعرض ثنائي الرئاسة لانتقادات كتيرة خلال زيارتهم للبابا فرانسيس بروما، وكيف كان الأخير عابس كل الوقت، قرر مقدم البرامج الشهير جيمي كيمل أنه يركب مشهد ببرنامجه بيصور الرئيس الأمريكي عم بجرب يمسك إيد البابا فرانسيس ليصفقه الأخير على إيده، وبيعلق كيمل وبيقول أنه مش بس ميلانيا ما بدها تمسك له إيده. والمشهد كان مركب بشطارة لدرجة أنه الناس على مواقع التواصل كانوا ضايعين إذا المشهد عن جد صار بروما أو كان مجرد نكتة. غلط رئيس وزراء مونتينيغرو دوشكو ماركوفيتش لما وقف بين ترامب والكاميرا، لأنه ترامب ملك الهفوات والأغلاط قدام الكاميرا، فكيف إذا حدا كان مفكر يقف قدامه؟ آخر غرائب ترامب هو لما كان قادة الناتو مجموعين ليلتقطوا صورة جماعية، وبيقرر ترامب يدفش رئيس وزراء مونتينيغرو فبيمسكه بإيده اليمين وبيقطع عنه، وبيرجع بيظبط جاكيته كأنه ما عمل شيء، ومنشوف تعبير وجهه لماركوفيتش كيف مستغرب شو صار. وأيضا من أجواء انعقاد قمة الناتو ببروكسل انتشرت هالصورة بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي. اجتمعوا السيدات الأول أي زوجات الأعضاء بحلف شمال الأطلسي لالتقاط صورة جماعية ليفاجئهم السيد الأول أو زوج رئيس وزراء لوكسمبور معهم بالصورة. لهون منكون وصلنا لنهاية أخبارنا، اللي فيكن ترجعوا تتابعون على صفحة ترندز على فيسبوك، وفيكن تتابعوني على الحسابات اللي عم تمرق بأسفل الشاشة. أخبار جديد من مواقع التواصل الاجتماعي بنشرة بكرة، ورمضان كريم. وإلى ديمقراطية. تيك تاك. العوافي. الله يرحم شهداء الإرهاب والله يشفي المصابين. هيدا تعليقنا على اللي صار بمصر اليوم، لأنه كل باقي الحكي صار تافه قدام هالإجرام. اليوم انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صور للنائبين وليد جملاط وإميل رحمي مع قداسة البابا بالفاتيكان. العوافي وليد بيك، شو عندكن مع البابا؟ العوافي إنه إميل، وما أدراك بإميل يا شرب الخليل. نعم نعم، قال له البابا لإميل، أنا ماكسيموم بيجيني 100,000 شخص على ساحة الفاتيكان، أنت كيف جمعت 115,000 ببعلبك الهرميل؟ إيه، وشو قال له إميل؟ شو بده يقول له؟ كان في 100,000 بالفاتيكان، 100,000 عم يصرخوا إميل إميل. يا لطيف يا لطيف. نعم نعم نعم، أنا رجعت من الفاتيكان الأحد الماضي، وإميل بعده لهلا قونيك الناس عم ياخذوا معه سيلفي، يا قرد. شكرا وليد بيك، ومننتقل لبكركي تنشوف أجواء مع الوزير السابق وديع الخازن. تيك تاك. معالي الوزير وديع الخازن، التقيت غبطة البطرك؟ نعم، وكان حديثنا عن قانون الانتخاب. ايه، وشو خبرك؟ قال لي انه فسحة الامل بقانون انتخابي جديد كانت كبيرة وبلشت تضيق تضيق تضيق. يعني قديش هي فسحة الامل المتبقية لهالقانون؟ هالقد. هالقد.
اليوم اجتمع النائب جورج عدوان بالرئيس بري بعين التينة وقيل انه في تقدم بقانون الانتخاب. تيك تك. هاي التقيت بالرئيس نبيه بري اليوم وتبحثنا مطولا بقانون الانتخاب، وبحب خبركن انه اليوم صار في تقدم اكتر من كل مرة. تقدمتوا صوب النسبية أو صوب المختلط أو صوب التأهيلي؟ لا، تقدمنا صوب الحيط. تيك تك. والآن إلى أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم، والبداية من صحيفة النهار. وفي منشات النهار: أقباط مصر ينزفون مجددا عشية رمضان، جثث مغطاة بأكياس بلاستيك سوداء، وأصوات أولاد يصرخون بطريقة جنونية، غارات جوية مصرية على جماعات متطرفة في درنة بليبيا أوقعت قتلى وجرحى. وأيضا على أطراف الصفحة الأولى في صفحة محليات: اللبنانيون في إسرائيل قاضية تطرح على العهد. في الاقتصاد: حرب للجراح، قرارك العجيب يتجاوز الجريمة. رمضان الخير، تسويق الاتفاق على قانون الانتخاب. قمة السبع في ظل مواقف ترامب، تفاهم على الإرهاب وخلاف على التجارة والمناخ. وإلى صحيفة الأخبار: اقتراع عدوان يتقدم في انتظار ضوابط التيار، فرجت انتخابيا. والإرهاب يلاحق الأقباط، الرد المصري في ليبيا وسوريا. ومن الأخبار إلى صحيفة الأنوار، وفي المانشات: النواب ينتظرون إعلان الاتفاق على قانون يعتمد النسبية في 15 دائرة، استشهاد 28 مصريا قبطيا بينهم أطفال في مجزرة إرهابية، إرهابي فجر نفسه في عرسال أثناء مداهمة عسكرية لتوقيفه، 100 قتيل في غارات على منطقة دير الزور، السيسي: قصفنا مراكز تدريب للإرهابيين، واشتباكات عنيفة في العاصمة الليبية. وإلى الديار: عمليات استباقية للجيش جنبت البقاع، تفجيرات إرهابية وتوترات، الانتخابات على 60 معدلا، والحلف الرباعي سيصبح خماسيا بانضمام التيار الوطني، نصر الله لن يحدث شيء بعد إعلان الرياض، وهجوم إعلامي سعودي على الرئيس عون. الرئيس عصام فارس استقبل الحراك المدني، حشود عكرية أمت دارته في بينه. الإرهاب يقتل عشرات الشهداء الأقباط في المنيا بمصر، مسلحون فتحوا النار على حافلتين تقلان أقباطا في رحلة دينية. وإلى صحيفة المستقبل، وفي المستقبل اليوم: الإرهاب يستهدف الأقباط ووحدة مصر. أيضا: عملية أمنية نوعية في عرسال ولبنان يتضامن مع مصر في مواجهة الإرهاب، الحريري يتفقد مشاريع العاصمتين، عهدي إليكم، الملك سلمان: الإسلام دين الرحمة والعيش المشترك، ترامب: رمضان كريم. في البناء: ترامب يفشل بتحقيق إجماع غربي ضد إيران، ومجزرة بأقباط مصر، حملة سعودية تستهدف عون وباسيل، وتوازن الرعب يفتح فرص توافق انتخابي، نصر الله يسخر من قمم الرياض ويبشر بنصر محور المقاومة الأقوى من قبل. وفي صحيفة اللواء: شد حبال بين بعبدة وعين التينة، التقدم الانتخابي غير ثابت، إجراءات مالية جديدة ضد مؤسسات الحزب، وأحباط محاولات تفجير في عرسال، إضاءة فانوس رمضان في ساحة الشهداء. في رسالة للمسلمين بمناسبة رمضان: الملك سلمان لتوحيد الجهود ضد الإرهاب، والإرهاب يضرب مصر مجددا مستهدفا وحدة المسلمين والأقباط. في البلد: مؤشرات انتخابية مشجعة ونسبية وسطية تلوح في الأفق، وعلى مذبح الشهادة. في الجمهورية: 5 حزيران موعد انتخابي حاسم، وهدر دم الأقباط. ومن الصحف اللبنانية إلى الصحف العربية: في الحياة اليوم، خادم الحرمين نسعى إلى دعم كل جهد يخدم لما الشمل العربي. أيضا مذبحة المنيا تمهد لمجابهة الخطر الليبي.
ترامب يعود إلى الهجوم ويعتبر الألمان سيئين جدا، وتحقيق مع كوشنر في الاتصالات مع روسيا. وإلى الشرق الأوسط، الإرهاب يصعد استهداف مصر وأقباطها. خادم الحرمين: سندعم كل جهد يوحد المسلمين ويلم الشمل العربي. البحرين: الخليج سد منيع أمام إيران. اقتحام وشيك للموصل القديمة. أنقرة تهدد واشنطن وضد عزل موسكو. وقمة صعبة لقادة مجموعة السبع في صقلية. إذن هذه كانت أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم، والآن تذكير بأبرز ما جاء في هذه النشرة. بلال البريدي يفجر نفسه خلال توقيفه في عرسال ويصيب عسكريين. السيسي يقصف في ليبيا ويطالب بمعاقبة الدول الداعمة للإرهاب. لن نتردد أبداً في أن احنا نواجههم ونلاحقهم في كل مكان. تقدم انتخابي على أساس نسبية مع 15 دائرة. تبليط الليطاني بربع مبلغ تكلفة معالجة التلوث. امشوا فيها بس ما تجيبوا لنا الدولة، لأنه بدها تصير بعدين محاصصة بتصير مضروبة بثلاثة. وصورة لبنان في تلفزيون لبنان. يريدون أن يسخروا تلفزيون لبنان لمصالحهم الخاصة ولانتماءاتهم السياسية. طفى استوديو بروجيكتور كاميرا مضويينه، بس رح نقول له النور رح يرجع يبين ورح نتحرر. نشرتنا انتهت. لمزيد من الأخبار تابعونا على موقعنا الجديد دوت تي في، وعلى فيسبوك الجديد أونلاين، وعلى تويتر الجديد نيوز. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.